يعطيكم العافية، معكم باسل علمين بيسون بروغرامينج، وإن شاء الله بهذا الفيديو راح نكمل حديثنا عن how to structure your angular application، وراح نحكي عن الكور موديول. الكور موديول عبارة عن موديول سبيسيفيك للابليكيشن نفسه، بمعنى يحتوي شغلات بالعادة بتكون سينجلتون. سينجلتون معناها بتتعرف بتسوى لها انجكت على مستوى الابليكيشن، بتعرف one instance من هذا من هاي السيرفيس، واي كومبوننت بتسوي انجكت للسيرفيس هاي او للبايب او للجارد او او بتستخدم كومبوننت بتاخذ نفس الانستنس اللي موجوده على مستوى الابلكيشن. وبالعاده بنحط فيها سيرفيسز زي اللوجن زي الاوث سيرفيس، اذا عندنا بيس سيرفيس بامكاننا نحطها بالكور موديول، والكور موديول بتسوى له امبورت على مستوى الاب موديول، وما بتسوى له امبورت في اي ليزي لودينج او باي موديول ثاني غير الاب موديول. وبالعاده يحتوي زي ما حكينا على السيرفيسز، ممكن يحتوي على بايبس اذا كانت البايبس هاي بنستخدمها على مستوى الابليكيشن تبعنا، مثلا لو بنعرف تو ابر كيس احنا بدنا مثلا اول حرف من اي كلمه يكون ابر كيس، فبنعرف بايب في الكور موديول وبنسوي له بروفايد عندنا بالكور موديول، وبالتالي بامكاننا نستخدمه لانه الكور موديول احنا سوينا له امبورت على مستوى الاب موديول. في عندنا الجاردز بالعاده بنعرفهم بالكور موديول زي الاوثنتيكيشن، مثلا guard انه نمنع اليوزر انه يسوي لوجن ان كيس انه هو مش اوثنتيكيتد. اذا عندنا فورم في الابلكيشن تبعنا بدنا نعرف guard انه نحكي لليوزر قبل ما يطلع نعطيه كونفيرم مسج، نحكي له انت متاكد انك بدك تطلع او لا، ممكن نعرف الجارد داخل الكور موديول. واذا عندنا ليزي لودينج موديولز ممكن نعرف جارد للود موديولز ونشوف هل بامكاننا نسوي بري لودينج لهذا الموديول او لا. وبالعاده بيكون عندنا على مستوى الابلكيشن انترسبتورز. انترسبتورز هدول مثلا بيضيفوا توكن، بدل ما انا اضيف توكن بير ريكوست على مستوى السيرفيس بامكاني اعرف انترسبتور واضيف التوكن على بمكان واحد وباخذه كل الريكوست. وكمان بيكون عندنا مثلا اد هيدرز، اذا في هيدر معين بدي اضيفه لكل الريكوست او لا يوز كيسز معينه انا بعرفها، بامكاني عندي اعرف انترسبتور داخل الكور موديول واني اضيف الهيدرز على الريكوست تبعوني. وبالعادة بيكون في الانترفيسز او الكلاسز للدومين تبعنا، مثلا احنا بنبني بلوج ويب سايت ممكن يكون في يوزرز وممكن يكون في بلوجز او كومنتس مثلا لايكس، هاي الشغلات اللي بتتعلق للدومين تبعنا اللي احنا عملنا بنبني. وفي شغلات كمان بتخص الديفلوبمنت بروسيس للديفلوبرز عشان يسهل على الديفلوبمنت، مثلا ممكن يسوي كونفيرت اوبجكت تو اري مثلا نحطها في كلاس داخل الكور موديول، ممكن يسوي كلون لجيسون او لاوبجكت داخل الكور موديول. كل هاي الشغلات تعرف داخل الكور موديول بتتزود للابليكيشن او بتسوي لها بروفايد للابليكيشن as a singleton، بمعنى انه في one instance للابليكيشن تبعنا، واي كومبوننت او اي سيرفيس اي موديول بيستخدم البارتس الموجوده داخل الكور موديول بيستخدمها بامكانه يسوي اكسس لنفس الانستنس اللي موجوده على مستوى الابليكيشن. طيب خلينا نبدا نعرف البارتس اللي موجوده في الكور موديول. انا راح استخدم السي ال اي والكوماند لاين انترفيس، بيمكنني اني اعرف البارتس من خلاله بشكل افضل واسرع، وبعطيني بلو برينت لمثلا السيرفيسز او البايبس او لكل البارتس اللي موجوده في الانجولار. زي ما بنشوف انا بالمين برانش وبدي اروح اسوي نافيجيت للاب دايركتوري، وداخله راح اسوي انجي جنريت موديول وراح اسميه كور، وراح اسوي بريس لانتر. زي ما بنشوف داخل الاب فولدر راح نلاقي انه في عندي كور موديول والكور فولدر، وداخل الكور موديول اللي هو الكلاس تبع الموديول، وفي الديكلاريشن تبعونه او البلو برينت تبع الموديول. طيب داخل الكور موديول راح اسوي نافيجيت للكور، زي ما حكينا راح اعرف سيرفيسز بايبس جاردز انترسبتورز انترفيسز ويوتيلز، راح اعرف الفولدرز تبعونهم كلهم. بعديها مثلا راح ناخذ واحده واحده وراح نعرف نشوف كيف ممكن نعرف هدول البارتس داخل الكور موديول. فراح احكي ميك دايركتوري للسيرفيسز، راح احكي ميك دايركتوري للبايبس، راح احكي ميك دايركتوري للجاردز،
هحكي make directory لل interceptors راح احكي كمان make directory لل interfaces make directory لل utils. اوكي بما اني عرفت الفولدرز راح ابدا بالسيرفيسز احكي cd للسيرفيسز وراح احكي ng generate service وراح مثلا اعرف اللوجن سيرفيس ونتطلع عليها نشوف على شو بتحتوي. طبعا سويت سكيب للتست عشان تست فايل ما بدي اياه لديمو بيربوسز. نشوف داخل اللوجن سيرفيس راح نشوف انها انجكتبل زي اي سيرفيس بالانجولار وبروفايدت اتروت. هلا ما دامها بروفايدت اتروت معناها انها سنجلتون، فبالتالي الانجكتور في الانجولار راح يزودنا بنفس السيرفيس كل ما نسوي لها انجكت. فهيك بالتالي انا بكون متاكد ان اللوجن هي عباره عن سنجلتون واي استخدام لها في اي موديول راح يعطيني نفس الانستانس. لو اعرف كمان التو سيرفيسز اللي عندي نحكي ng generate service الاوث نسوي سكيب للتست راح نشوف نفس الاشي هي provided a root هو by default في الانجولار. طبعا داخل السيرفيسز بامكاني اني اسوي اللوجيك تبعي راح اسوي ng اخر مرة للسيرفيس واحكي بيز واسوي سكيب تست. اوكي احنا داخل السيرفيسز فولدر بامكاننا نعرف السيرفيسز اللي بدنا اياها اللي بتكون على مستوى الابليكيشن السنجلتون اللي بتكون على مستوى الابليكيشن. لو نعرف مثلا الان بايبس ونشوف راح ارجع ستيب لورا واسوي cd للبايبس سويت نافيجيت انا بالبايبس فولدر فبالتالي بامكان اسوي ng generate بايب واعطي اسم البايب انا مثلا بدي اياه تو ابر كيس واسوي سكيب تيست للبايب. داخل البايب راح نشوف انه عرف تو ابر كيس بايب وحكى بايب ترانسفور وداخل ترانسفور بامكاني اسوي اللوجيك اللي بدي اياه وبالاب موديول او بالكورب موديول بعض ديكلاريشن للتو ابر كيس بايب بالديكلاريشنز اري عشان نقدر نستخدمه. طيب لو نشوف كمان عندنا مثلا جاردز كيف ممكن نعرفهم اسوي نافيجيت ستيب باك اسوي سي دي للجاردز داخل الجارد بدي اعرف 3 جاردز مثلا عشان نشوف ديفرنت جاردز تايب في الانجولار راح اسوي ng generate guard guard اول واحد الاوث وراح اسوي سكيب للتست. بنشوف عندنا different options الاوث بالعادة بيكون can activate فاحنا راح نعرفه as a can activate guard وداخله راح نشوف انه مسوي implement لل can activate وفي ال can activate method بامكاننا نسوي فيها اللوجيك تبعنا. راح نشوف كمان two example على الguards راح اسوي ng generate guard واحكي مثلا leave form اسوي سكيب للتست. واحكي انه اللي فورم بامكاني بدي اياه كان دي اكتيفيت هو اللي بخليني اسوي فاليديشن لما اليوزر يسوي نافيجيت اواي فروم كومبوننت. شوف انه الانجولار سوى امبلمنت للكان اكتيفيت خلينا نظبطها نسوي كان دي اكتيفيت والكان دي اكتيفيت جينيريك راح اعطيه اني فور ناو راح اسوي امبلمنت واشيل الكان اكتيفيت ميثود وداخل الكان دي اكتيفيت بامكاننا نسوي اللوجيك تبعنا ونرجع ترو ان كيس او فولس او نسوي الفاليديشن اللي بدنا اياه. راح نعرف اخر جارد اللي هو لود موديول راح يكون يسوي امبلمنت للكان لود ان جي جينيريت جارد ونسميه لود موديول ونسوي سكيب تيست
في داش between الاسكيب والتست، وبده يكون من type can load. نشوف اللود موديول برضو الانجولر سوى كان اكتيفيت، فبامكاننا نعدلها ونسوي كان لود ونسوي امبلمنت للكان لود. وداخل الكان لود بامكاننا نسوي اللوجيك تبعنا ان كاس بدنا اللازي لودينج موديول يصير لهم بري لودينج او لا. اوكي، عرفنا بايبس وعرفنا جاردز وسيرفيسز. خلينا نشوف الانترسبتورز، نسوي كلوز للتابس اللي عندنا. طيب خلينا مثلا نرجع ستيب باك، نسوي سي دي للانترسبتورز. داخل انترسبتورز فولدر بدي اعرف انترسبتور، نسوي ng generate interceptor واسميه مثلا التوكن. بدي اضيف توكن لكل الريكوست اللي عندنا، فبامكاني اضيفه بالانترسبتور نفسه. لو نروح على الانترسبتورز راح نشوف انه عرف توكن انترسبتور هو HTTP انترسبتور، بسوي انترسبت للريكوست تبعنا، بامكاننا نعدل عليه من خلال الريكوست باراميتر الموجود بالميثود. طبعا بدنا نسوي له بروفايد داخل الكور موديول، فبناخذ التوكن انترسبتور بنروح على الموديول نفسه. داخل البروفايدز بروفايدرز اراي بدنا نعرف اوبجكت ونحكي له بروفايد، هيك من مسوي بروفايد لانترسبتور نحكي له انه هذا HTTP انترسبتورز، ويوز كلاس نعطيه الكلاس تبعنا ونعطيه از اوبشن ملتي بنخليها ترو. تمام، راح اعرف كمان انترسبتور للهيدرز واحكي له ng generate interceptor واسميه هيدرز، سوي سكيب للتست. نشوف انه عرفه، وبرضه بدي اسوي له بروفايد على مستوى الكور موديول. بدي اسوي نيو اوبجكت واحكي له بروفايد برضه HTTP انترسبتور، يوز كلاس الهيدرز انترسبتورز واحكي له مالتي ترو. تمام، هيك بنكون عرفنا انترسبتورز للكور موديول. بدنا نعرف هلا انترفيسز، راح نكتفي باليوزرز والبلوجز علشان نشوف كيف منعرف interfaces من خلال command line. لو اسوي navigate one step back واروح على interfaces احكي له ng generate interface واحكي له الانترفيس تبعي بدي اياه اسمه user بدون skip test. I believe انه ما بيسوي generate لtest file للinterfaces. yes، داخل interfaces منشوف انه في عندي users. لو اسوي ng generate interface للبلوج اوكي بيكون عندي بلوج هون. لو اجي على اليوزرز على اليوزر انترفيس احكي له اليوزر نفسه بيكون له اكثر من بلوج، فعندي array of blogs عشان نشوف انه بامكاننا نسوي import من انترفيس لانترفيس بهاي الطريقة، اليوزر عنده أكثر من بلوج. تمام، هيك بنكون عرفنا interfaces داخل الكور موديول ومن خلال command line interface. بضل عندي utils اللي هم شغلات بتخص الديفلوبرز عشان تسهل الديفلوبمنت بروسيس. لو أسوي navigate مرة تانية back وأسوي cd للutils راح أسوي ng generate لكلاس أسميه مثلا كلون، راح أكتفي بإكزامبل واحد، أسوي سكيب للتست فايل. أوكي، داخل يوتيلز نشوف أنه في عندي كلاس اسمه كلون، ومن خلاله بإمكاني هون to add الكلون بيزنس أو البيهيفير اللي بدي إياه. وهيك بيكون عرفنا كل البارتس داخل الكور موديول. ضل عندنا اخر ستيب انه الكور موديول نعرفه داخل، نسوي له امبورت داخل الاب موديول. بنروح على الاب موديول داخل امبورتس اراي لازم نسوي امبورت للكور موديول،
وهيك بنكون خلصنا الامبلمنتيشن تبع الكور موديول وحكينا عن البارتس اللي بيحتويها. كمان مره سريعا في عنا الجاردز اللي على مستوى الابلكيشن اللي بخصوا الابلكيشن نفسه اللي مش ما بخصوا البزنس لوجيك تبعي. في عندي الانترسبترز تو انترسبت الريكوست اللي عندي اذا بدي اضيف عليهم توكن او هيدرز عشان الباك اند يكونوا كومباتبل مع الباك اند. عندي الدومين انترفيسز السبيسيفيك للدومين تبع العمال ببني. عندي البايبس اللي موجودين مثلا بدي استخدمهم على مستوى الابلكيشن واسوي ترانسفورم لتكست معين. عندي السيرفيسز اللي موجوده برضو على مستوى الابلكيشن بدي اياها سينجلتون كل الموديولز لما يستخدموها ياخذوا انستانس واحده. وعندي اليوتيلز اللي هم للديفلوبرز علشان تسهل الديفلوبمنت بروسيس. وهيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. إن شاء الله راح نكمل في السيريز وراح نشرح الموديولز الثانية. إن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الثانية ويعطيكم العافية.